السلام عليكم مشاهدي متابعي قناة التلفزيون الوفد. النهاردة حلقة جديدة من برنامج كواليس الزمالك في ميت عقبة، نتكلم حاجات كتير جوه نادي الزمالك، لعل طبعا أبرزها إن خسرت الزمالك امبارح من الجونة نتيجة 3-2. قبل ما نخش في الحلقة كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلينا جميعا بإذن الله، وكل سنة طيب أستاذ مصطفى. النهاردة كل سنة طيب يا معتز ودايما كده منور، وكل الناس طيبين، محمد فوزي اللي ورا الكاميرا طبعا، وكل زمايلنا الصحفيين واصدقائنا الموجودين في الوفد هنا. عايزين نتكلم في اول حاجه طبعا ان الزمالك خسر امبارح. ليه الزمالك خسر امبارح؟ مع ان يعني المفروض المدرب خلاص يعني اكتر من مباراه خلاص، المفروض يعني الدنيا اندمجت. والله طبعا هو في حاله من التشاؤم جدا عند جماهير نادي الزمالك، خصوصا بعد ماتش الاهلي. يمكن هم بيقولوا الزمالك بيسيطر، ماشي انت بتسيطر بس ما بتعملش نتيجه. انت بتسيطر يعني زي ما بيقول زي كابتن محمد لطيف، الكره جوان. انت كنت في ماتش الاهلي مسيطر بس ما كانش عندك خطوره. ايه الخطوره اللي كانت موجوده عندك عند في ماتش الاهلي؟ اول ما الاهلي هجم عليك وضغط عليك جاب جونين في 5 دقائق. نفس الشيء اللي حصل في مباراه الجونه. نرجع للبدايه ونقول يا جماعه ان مجلس اداره هو اللي غلطان. مجلس اداره تصرف خاطئ جدا، لانه تعاقد مع اللعيبه قبل ما يتعاقد مع المدرب. هو انا الاول بنجيب الاب والام ويخلفه، ولا بنجيب العيال وبعد كده بنجيب الاب والام؟ يعني يعني هو اللي بيبني ويقول انا عايز ايه، محتاج ايه وبتاع. حتى المدرب نفسه قال لك انا يا جماعه انا داخل اطبخ بس مش انا اللي بختار الاكل. يعني هو اول ما جه قال الكلمتين دول، يعني الراجل نفسه بيشير ان هو بيبرئ نفسه من مسؤوليه الصفقات الجديده رغم ان فيها صفقات كويسه. ما هو ما نعرفش، ما هو ده بقى لا يعني ده يسأل فيه مجلس إدارة الزمالك، لكن هو الواضح جدا ان الراجل معتمد على 2-3 بس 4. شفنا في ماتش الاهلي موجود عبد الله سعيد اساسي، لعب ناصر ماهر في شوط ثاني بديل، احمد حمدي ما شاركش في الماتش. الجونه استبعد 6 لعيبه، استبعد سيف جعفر، استبعد مهاب ياسر، استبعد ياسر حمد، استبعد زياد كمال، استبعد محمد عاطف، استبعد متيابه، 6 لعيبه. وكمان والمفاجاه انه استبعد سيف الجزير المهاجم الوحيد اللي عندك اللي صريح. يعني استبعد سيف الدين الجزير، استبعده ليه او الاسباب ايه ما نعرفش. اللعيبه كانت مشاركه في تدريبات وكانوا ماشيين كويس جدا، تمام. فهي القصه كلها دلوقتي ان انا شايف ان هيحصل صدام ما بين مجلس اداره وما بين جوزيه جوميز. يعني حتى بيهدد لا هيحصل. ما هو لسه في اجتماع النهارده مثلا بالليل، في اجتماع طارئ النهارده او بكره او بتاع، هيشوفوا القصه فيها ايه بالظبط. يعني هو الراجل ليه ما بيشاركش اللعيبه دي؟ انا عندي مثلا هنبص لماتش الجونه، انا دلوقتي فايز 2-1، امن ها ولا نزل لعيبه في خطه كنت انا المفروض ان انزلهم لو انا متاخر؟ اما انا نازل مصطفى شلبي ونازل عبد الله سعيد عشان لا يعني بنزل عشان ان انا ايه اكون متاخر مثلا وعايز اتقدم وعايز اغير اللعب، لكن ده انا فايز دلوقتي عايز احافظ وجاب لعيبه مهاجمه. انزل بقى واحد زي محمد شحاته، انزل حد يدافع مع عمر جابر، لكن انا شايف امبارح اخطاء كارثيه. اخطاء كارثيه. يسال عن المباراه جوميز وما يسالش، يعني يسال لان هو المسؤول، لانه مدرسه كويس الجونه كويس، ومعروف ان الجونه دي بتلعب على المرتدات. كل الماتشات بتاعتها بتدافع وتلعب على المرتدات، وده حصل. وجميع المرتدات اللي هي عملتها جابت 5 مرتدات، جابوا منهم 3، وفي جون كان هيجي لولا عبد الله سعيد طلع الكره من على خط المرمى. شفت راس محمد صبحي ازاي وغيره يعني. فالقصه كلها يا جماعه انا شايف ان احنا داخلين على معترك الزمالك. حد يصدق الزمالك في مركز 13؟ ده ما حصلتش. يعني في اسوأ الفروض، في اسوأ الفروض في العشرية السوداء بتاعت ممدوع عباس كان الزمالك في المركز السادس، تمام. اسوأ كان الزمالك بقى في المركز الثاني، وكانت الناس بتهاجم مجلس الاداره وبتشتم مجلس الاداره، وازاي والزمالك والمركز الثاني. السنه اللي فاتت الزمالك ما خدش الدوري بس كان مستوى احسن من كده بكتير. يعني الراجل بيعتمد على اللعيبه القديمه اللي هو اللي الناس كانت بتهاجمها، وبتهاجم المجلس السابق وبيهاجموا ازاي ومش عارف ايه، واشتروا ودونجا وعمر جابر. ما هم دول اللي شايلين الفرقه دلوقتي. لو مش دول موجودين مين اللي هيبقى موجود؟ زي الزمالك عنده موقفه صعب جدا كمان، لان انت بتلعب فيوتشر، ده انت لعبت الجونه وكده، امال فيوتشر بقى اللي هو اقوى من الجونه هتلعبه في الكونفدراليه يوم 30 مارس و7 ابريل القرعه او في دور الثمانيه لبطوله الكونفدراليه. فالموقف صعب. وزيزو اصابه زيزو برضك اثرت على الـ على الـ على الـ ها ممكن يقعد شهر. هيعاني الزمالك. هيعاني طبعا الزمالك، هيعاني طبعا زيزو. ولازم نشوف البديل ممكن يبقى. انت ما حضرتك رجحت شحاته ممكن يبقى. شحاته لعيب كويس. انا عايز افهم دلوقتي، يعني هو شحاته اللي لعب 35 دقيقه في مباراه الاسماعيلي عمل ايه؟ ايه مشكلته؟ مش اول ماتش ليه كان اول ماتش وكان كويس، ما كانش وحش يعني، فاهم يعني؟ طب ما لعبش بعد كده ليه؟ نادي كبير يعني، كان طالع النادي بتاع كبير بس الزمالك هو ما عملش كده يعني ليه هو مستبعد؟ ياسر حمد اللي كانوا بيقولوا هيكسر الدنيا اللي هو المدافع الفلسطيني، فين ياسر حمد ده؟ تمام.
ياسر اسمه اللي هو لاعب الجريمة الداخلية تقريبا اللي هو زياد كمان زياد كمان هو العمي موتيابا اللي قال لك ده 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 كوارشي فاهم جنب الشمال فين الناس دي كلها فين الناس دي كلها لا في حاجه غلط وبعدين امبارح السله تتغلب تتوقع ايه لا اتوقع ان الزمالك ما تتوقع ايه او مثلا في اجتماع النهارده ان الزمالك هتعمل ايه انت ما انت جوميز يقول لهم انا بطلت الصفقه بالظبط كده ما انا بقول لك الوضع صعب انك ما تقدرش تجيب لعيبه جديده وبعدين انت جبت لعيبه بملايين هتمشيهم وتجيب تاني بملايين ما برضك لا دي سياسه عشوائيه لكن بيستعجل ده ممكن ده انت ممكن تلاقي جوميز ده ماشي يعني ممكن جوميز ده تلاقيه اخر ما يزهق هتلاقيه الصبح مش هتلاقيه في مصر يعني جوميز نفسه لما المجلس بقى يعاند معاه وبتاع او يحاول يفرض عليه هيهدد بالرحيل اكيد يعني او هيمشي يعني فالوضع صعب بالنسبه للزمالك لازم يكون فيه حلول ليه الحلول دي ان انا بقى اسيب الراجل يشتغل واسيب بقى خلاص الراجل يشتغل ويشتغل بدماغه لان هو الواضح كده ان في حد بيلعب في دماغه برضه يعني الوضع اللي فيه ضغط عليه وبعدين مش في حاجه اسمها فريق السكاوتنج اللي هو التحليل هم متعاقدين معاهم وبياخدوا مرتبات شهريه ده بيعمل دول بيعملوا ايه فريق سكاوتنج ده بيعمل ايه هو مش المفروض ان يحلل له ماتش الجونه يقول له الجونه بيلعب كذا وكذا 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 عشان يلعب بالخطه المناسبه لكن الراجل شكله ما شافش الجونه دي خالص ما اتفرجش عليها ده انا فرقه قدامي واقعه بتدافع 11 واحد 11 واحد بيدافع ورا وانت ماسك الكوره وعملت الله تك 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 وخمس هجمات مرتده جاب منهم ثلاث اجوان وكان ممكن يجيب الرابع كتب وانت فايز 2-1 الزمالك يا جماعه يبقى غالب 2-1 يتغلب 3-2 ومن الجونه معلش مع احترامنا للجونه الزمالك برضك فريق كبير مش سهل العمليه يعني فالوضع صعب الوضع سوداوي ومحتاج ناس يعني انا هو في مجلس اداره انا مش حاسس مجلس اداره يعني احمد سليمان ده فين مشرف على الكوره احمد سليمان شغلته ايه بيعمل ايه بيطلع ما بيطلع بس ما في الام بي سي يعني المفروض المفروض ان احنا الناس كلها مستنيه وفي غضب جوه المجلس فالمفروض احنا انا اتمنى تبقى قرارات مرضيه للجماهير عشان بالظبط جماهير الزمالك جماهير الزمالك هي الضحيه لحتى الان هي جماهير الزمالك الضحيه هي اللي بتسافر وهي اللي بتشجع وهي اللي بتصرف وهي اللي بتعمل ما تاخدش حاجه جماهير الزمالك لكن في ناس كتير مستفيدين ومش اي حاجه خالص شكرا حاجه استاذ مصطفى وشكرا لكم ان شاء الله اشوفكم على خير شكرا.